المزمور 109 لإمام المغنيين لداود مزمور. يا إله تسبيحي لا تسكت، لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش، تكلموا معي بلسان كذب، بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب. بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلاه. وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي، فسلط عليه شريرا وليقف مشتكي عن يمينه. إذا حكم فليخرج مذنبا، وصلاته فلتكن خطية، لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر، ليكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة، ليتشرد بنوه وليستعطوا وليلتمسوا قوتهم بعيدا عن خرائب سكناهم، ليصطاد المرابي كل ما له ولينهب الغرباء تعبه، لا يكن له من يعطيه حبا دائما ولا يكن له مترائف على أيامه، لتنقرض ذريته وليمحى اسمهم من الجيل القادم، ليذكر اسم آبائه لدى يهوى ولا تمحى خطية أمه، لتكن أمام يهوى دائما ولينقرض من الأرض ذكرهم، من أجل أنه لم يذكر أن يظهر عطف حب، بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا ومنسحق القلب ليميته، وأحب اللعنة فأتته، ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه، ولبس اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمياه في أحشائه وكزيت في عظامه، لتكن له كرداء يتلفع به وكحزام يتمنطق به دائما. هذه أجرة مبغضية من عند يهوى، وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. أما أنت يا يهوى ربي فاصنع معي من أجل اسمك، نجني لأن عطف حبك جميل، فإني فقير ومسكين وقلبي مجروح في داخلي. قد تلاشيت كالظل عند المغيب، انتفضت كجرادة، ركبتاي ارتعشتا من الصوم، وهزل لحمي بدون دهن، صرت عارا عندهم، ينظرون إلي ويهزون رؤوسهم شامتين. أعني يا يهوى إلهي، خلصني حسب عطف حبك، وليعلموا أن هذه هي يدك، أنت يا يهوى فعلت هذا. هم يلعنون وأما أنت فتبارك، قاموا ثم خجلوا، أما عبدك ففرح. ليلبس خصومي الخجل وليتغطوا بخزيهم كالرداء. أشكر يهوى كثيرا بفمي، وفي وسط الكثيرين أسبحه، لأنه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القاضين على نفسه.